كان ما صار اللي صار. فبالتالي ضروري جدا ان ننتبه على النظام الغذائي. لولو من البحرين، حياك الله لولو. مرحبا دكتوره، مرحبتين، كيف حولك حبيبتي؟ هلا بالبحرين، طول عمرك، الشعب البحريني يرضى عليك، الله يخليك. حيا الله الكويت، اهلا وسهلا فيكم يوم عزكم، سلامات الصبح حبيبتي بعد عمري. طول عمرك حبيبتي. بسالك بس عن القده الدرقيه دكتوره، الخمول في القده الدرقيه، نعم، ما عندك لها علاج يعني؟ بلى سمعي تفضلي، بس بغيت اسالك عن القده الدرقيه، الخمول دكتوره وايد يعني بسرعه اتنرفز، عرفتي شلون؟ عندي كلش يعني ما تشتغل. نعم، الغدة الدرقية عزيزتي يا لولو. سؤال ثاني، بقيت عن القدة الله يطول عمرك، وانتي حن عن الربو الله يبارك فيه الصغير، حوشك عن الربو، بس عن دكتورة عندي حالة ان مثلا في مكان قاعدة اذا يسكون الباب في الحجرة شيء نوع لا تضايق، انه لحد يعني نوع لي واحد زنطني يعني، ما اقدر مثلا اروح مكان معزومة برد يسكون الصالة باب الصالة ذي، نوع يصير عندي اختناق دكتور يعني، ودي اشق ثيابي اي ما اقدر على في مكان يعني ينصك علي، او حتى في الطياره اذا ما اقعد في الكرسي اللي مو عند الدريش انه اول شيء، او في السياره ما اقدر اقعد الا عند دريشه فيها جامه دكتوره، يعني الدريشه ما تنزل ما اقدر، نوع اللي اختنق خلاص يوقف انسمي. ما عندك معنى، ما عندك ربو عندك ولا ما عندك؟ والله ربو ما عندي دكتوره، عندك كلاستروفوبيا، خمول في القده الدرقيه عندي. نعم، في عندك، في عندك. شكرا لك، راح اجاوب على اسئلتك. شكرا لك دكتوره، تحياتي لك وللشعب البحريني والحكومه السلامة. البحرينيه حبيبتي. في عندك ما يسمى بالكلاستروفوبيا، اللي هي الخوف من الاماكن الضيقه، وهذا سهل جدا ان نتعامل معاه من خلال، للاسف ما نقدر نتعامل معاه بالكلام، هذا لازم فعلا جلسات، لانه يكون في مشاعر جدا سلبية مخبأة في جسم الإنسان، ما ندري من متى، يمكن من الطفولة، يمكن لما كنتي جنين، فالجسم، خلايا الجسم راح تودينا إلى هذه المشاعر ونبدأ نشيلها من جسمك. هذا من ناحية الكلاستروفوبيا أو الخوف من الأماكن الضيقة. ولكن نأتي إلى الغدة الدرقية، أغلبية الناس المصابين بخمول الغدة الدرقية هي النساء. النساء دائما لاحظ نسبة الإصابة بالنساء أكثر من الرجال، وليش؟ لأن دائما الغدة الدرقية هي القدرة على التعبير والقدرة على إفصاح المشاعر، وعادة المرأة تكبت مشاعر عادة، تكبت مشاعرها أكثر من الرجل ولا تفصح عن كل مشاعرها، مما يؤدي إلى أنه يصير في، ينعكس على الغدة الدرقية، يصير في بطء أو يصير في سرعة، وفعلا يغير من المزاج، يغير من أشياء كثيرة، شكل المرأة يتغير إلى آخره. عادة يتعاملون معها بالأدوية، لكن في من خلال توجهنا إحنا طبعا الشفاء الشامل، لأن إحنا شغلنا مو بالأدوية ولكن الأساليب الطبيعية، نتائج الجلسات 100% ناجحة للأمانة. عندنا وايد حالات، ودائما أنا أدعو كل المسؤولين في وزارة الصحة أن يشوفون النتائج، يشوفون حتى الفحص، حتى الأطباء يسوون فحوصات حق المرضى هذول، وراح يلاحظون ويلاحظوا أن نتيجة الفحص الغدة طبيعية 100%. يطلبون منهم أن يوقفون الأدوية، لأن أحيانا يتسألون إذا ما كان في خطأ في الفحص أو في المختبر في البداية. للأمانة نعم، جلسات الغدة الدرقية جدا ناجحة، عشان كذي دائما أقول حق السيدات لا تنتظرون أن تعيشون على الأدوية طول العمر، لا، أخذوا هالجلسات، لأن هالجلسات للأسف أنا لو أقدر أعالج كل الحالات بالتلفزيون صدقوني أنا دائما أحتسبها قربة لله تعالى، ولكن ما نقدر كل شيء نعالجه بالتلفزيون، لأن نحتاج أن نمسك الجسم، نحتاج أن نتعامل مع عضلة الجسم، ونروح حق المشاعر، ونروح حق المصادر الألم النفسي اللي تولد عند هذا الإنسان. إذا أتمنى أن أكون جاوبت على لولو بالنسبة حق الغدة الدرقية، وبالنسبة حق الكلاستروفوبيا اللي هي الخوف من الأماكن الضيقة. كان في عندي كذلك سؤال من مريم أعتقد أحمد، اللي هي تقول بنتها عمرها، لا، مريم داود من السعودية، بنتها عندها 3 سنين، نشاط زائد تضربها. أنا أقول دائما لا تضربون، الضرب مو زين، لأنه راح يكسر من نفسية الطفل، وراح ينشأ من طفل جدا جدا ضعيف ومهزوز الشخصية، وما عنده ثقة في نفسه، ويحس بالذل والإهانة، وما يقدر يرفع راسه، ويصير عنده سوشيال فوبيا اللي هي الخوف من التحدث أمام الملأ وأمام الجماهير. ليش؟ لأن إحنا كسرنا من كرامته. الضرب
مو زين، مو مستحب، يعني حتى إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بضرب الأطفال فقط في حالة واحدة اللي هي على الصلاة ولمن يوصون لسن الصلاة، زين؟ فبالتالي إحنا ما نقدر نضرب الطفل وما نسمح لنفسه، لأن هذا مو طفلنا، هذا طفل رب العالمين والله أعطانا أمانة مو عشان نهينا. إذن العقاب جدا أساسي، والبنت إذا عندها مشاكل ومو قادرة تتحكمين فيها، لأن يا مريم المشاكل بدت فيك أنت حبيبتي، منك أنت أو من الأب أو منكم اثنيناتكم. عشان كذي أحيانا وايد يولي أباء عندهم أطفال، أقول المشكلة مو من طفلك، صح الأعراض المرضية من الطفل طالعة، ولكن المشكلة أتت من الأم أو من الأب أو من الاثنين. عشان كذي إحنا لازم نعالج الأم الأب أو الاثنين، والاختبار العضلي العقل الباطني يبين لي من منو ونبدأ نعالجه، فنلاحظ أن الطفل يتصلح أوتوماتيكيا، لأن إذا أنت بخير طفلتك بخير. كذلك بالنسبة حق مريم أحمد اللي هي حامل، قلت لك إنك تتكلمين مع الجنين في بطنك وتستعرضين شريط الضغوطات طول النهار اللي مرت عليك، وتشيلين المشاعر السلبية وتبدلينها بالمشاعر الإيجابية، وكذلك تقدرين تتخيلين مع الإيد قدام وإيد ورا أن الجنين تقبل هذه المشاعر الإيجابية، وتتخيلين حالة الجنين شلون هو مستانس في بطنك وهو مرتاح، وتقدرين تبرمجين نهارك ثاني يوم جدا سعيدة بعيدة عن أي ضغوطات. أساسي جدا، وإذا مريت بضغوطات تكلمون الجنين تقولوا لك هذه مو موجهة ضدك، ما نبيك أنت مو معني بالأمر. هني حتى الأب لازم يشارك الأم في التحدث مع الجنين، هني الجنين راح يحس أنه في أمان بين الماما والبابا، وبالتالي راح يعرف أن هذه الضغوطات أو المشاكل قاعد يسمعها لأنها توصل له، فيصير في عنده ردة فعل، ومصورين الجنين داخل بطن الأم يصير يكش ويوخر لبعيد، راح يعرف أن هذه مو موجهة ضده وإنما هي أشياء خارجية وهو ما له علاقة فيها. حقيقة في كنت مجهزت لكم كذلك حالة، حالة بنت خلينا نسميها إكس، ما نبي نعطي الأسماء، كانت تعاني البنت هذه من عدم القدرة على الكلام، وكذلك لغاية الآن ما عندها تحكم في التبول عزكم الله، وعمرها 7 سنين. البنت جدا جميلة ولكن للحين ما تتكلم، وتبين أن مشكلتها معاي من خلال الجلسات، أن بدت وهي جنين في بطن الأم، لأن أمها لما سألت أمها قالت لي فعلا أنا كنت جدا تعبانة وأنا حملت فيها، أول شيء كنت على اللولب رقم واحد، ورقم اثنين أصابني سكر شديد وأصابني ضغط، إضافة إذا الزعل شديد أصابني أثناء فترة الحمل، وكذلك كانت جدا حزينة على وفاة أخوها. راح نكمل، لكن ناخذ مها المطيري آخر اتصال. حياك الله مها، يعطيك العافية. الله يعافيك، حياك الله حبيبتي. حبيبتي دكتورة منى، بغيت استشيرك في شلون أهدي من التلف الأعصاب. التلفزيون شوية تنزلين صوته لو سمحتي معها. حاضر حبيبتي، أساس نقدر نسمعك بشكل أفضل، تفضلي. أنا واحدة أعاني من ضغوطات، وتقدرين تقولين يعني مشاكل نفسية وضغوطات، فشلون أعالج نفسي يعني بنفسي؟ شلون تعالجين نفسك بنفسك وعندك وايد ضغوطات؟ إذا في هذا سؤالك في شيء ثاني مها؟ لا يعطيك العافية، وأنا بصراحة أحب طرحك وأحب أسلوبك. شكرا، بس حابة أوصلك الرسالة. شكرا حبيبتي، مشكورة مها، شكرا لك. راح نعطيكم إضافة إلى كل الأساليب اللي علمتكم إياها فيها الحلقة وفي حلقات أخرى، مثل رقم 8، أني أنا أتخيل كل الضغوطات وأنا أرسم 8 وأنا أعيش الضغوطات وأنا قاعدة أرسم 8، بس عيني اللي تتحرك راسي ثابت. إضافة إلى أن ننام بالليل ونمسح الضغوطات، كذلك في عندنا نقطة موجودة بها المنطقة هذه هني، نقطة هني، ما أدري إذا تقدرون تجربون الكاميرا، تقدرون تجربون الكاميرا. اليوم راح اتمرد شويه على يحيى اشكناني. ممتاز، اذا عندنا هني، اذا النقطه صايره هني بالضبط، هني بالضبط هني، اوكي هني، فنضرب خلي الكاميرا، نضرب على النقطه هذه، نضرب يصير بين الصبعين هني، نضرب على النقطه هذه ونقول بس نضرب عليها، وممكن الحين نطالع فوق تحت فوق
تحت يا ريت الكاميرا حين تروح شوية بعيد عشان الناس يشوفون الحركة، وأنا قاعد أضغط على هالنقطة هذه عيني تروح فوق شهيق تحت زفير، فوق شهيق تحت زفير. الحركة نفس الشيء وايد سحرية، تبون تعرفون إذا فعلا هي سحرية ولا لا قبل تسوونها توقفون وتحاولون تنزلون، راح تلاقونكم راح تنزلون إلى مستوى معين. من بعد ما تسوونها مع العين فوق تحت فوق تحت شيق زفير، تردون تسوون حركة تنزلون راح تلاقونكم نزلتوا أكثر إلى الأرض، معناته صار في ليونة جسدية، معناته صار في ليونة فكرية، معناته الضغوطات خفت عندكم. إذا إضافة إلى كل الحركات اللي علمتكم إياها تقدرين تسوين الحركة هذه، راح تلاحظين إن في نتائج جدا جدا حلوة، اللي هي هاي نقطة الاسترس، نقطة التوتر عند الإنسان، وايد 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 مفيدة، تقدرون تستفيدون بشكل جدا. وأكثروا من شرب الماء، الماي الماي الماي، وقللوا من أكل الملح. وصلنا للنهاية، ويحيى أشكناني يقول لي ختمي ختمي ختمي، وأقول لك حاضر يا أستاذ يحيى. نختم وأقول لكم تصبحون على خير، أشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم. شكرا لجميع العاملين، شكرا لكم.